العيادات الخارجية في مشفى الشهيد ممدوح أباظة تفتح أبوابها من جديد بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، وتم رفضها بكادر متميز من الأطباء الأخصائيين والممرضين لاستقبال المواطنين طيلة أيام الأسبوع مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. ضمن توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، توجيهات وزارة الصحة، تم إعادة العمل بكل الأقسام الهيئة العامة لمشفى الشهيد ممدوح أباظة بنسبة 85%. أحد أهم هذه الأقسام اللي كان شبه متوقف على العمل هو العيادات الخارجية، تم إعادة تفعيل العمل فيها في كل العيادات وتكثيف وجود الأخصائيين بالعيادات التخصصية النوعية والمتنوعة، وحيث أنه على أرض محافظة القنيطرة في كثير اختصاصات غير موجودة إلا في عنا في المشفى. طبعا طبقنا كل الإجراءات الاحترازية ضمن العيادات بعد ما أعدنا تفعيلها، من وجود تنظيم للدور، تقليل نسبة عدد المراجعين حتى ما يكون في عندي ازدحام، والإشراف على أدخالهم للعيادات بشكل متتابع، والحفاظ على التباعد الاجتماعي. عياداتنا كلها تقريبا اشتغلت الحمد لله، حتى يعني اليوم مثل ما شفتوا عدد تفتيت الحصر شغالين، عم يفتتوا، وكل عيادات شغالة وكادر التمريضي كله موجود. نحن بنستقبل المرضى بالعيادة الجراحية على طول أيام الأسبوع، يوميا في عنا عيادة جراحية، بيجوا المرضى بيسجلوا من الصبح. طبعا في عند الباب الخارجي في وسائل تعقيم بسيطة للمرضى الداخلين لهون، ولما بيدخلوا على عيادة كمان مثل ما انت شايف يعني في التزام من الطبيب والممرضة الموجودة هون وسائل التعقيم الفردية، وخاصة بعد إجراء يعني استقصاء طبي. نحن كمان عنا يعني تبديل للكفوف، تبديل للتعقيم للشازلون، تعقيم للأدوات مرة تانية. نحن هون عم نقدم خدمات متنوعة. هلا بالنسبة للعيادات، نحن في عنا هون مجموعة الفحص المريض الأذنية بكل شيء بخص مريض الأذنية، في عنا مركز خاص فوق بقلب المشفى بنعمل فيه تخطيط سمع مع معوقة سمعية. العيادات الخارجية هي ملجأ أبناء القنيطرة الوحيد للطبابة المجانية، وافتتاحها من جديد بكافة الاختصاصات ساهم بتأمين الدعم الصحي للمواطنين وتخفيف الأعباء المادية عنهم.